يعني انا اعتقد ان الاحتلال اغاضوا موقف مصر. قلت في بدايه الحديث ان موقف مصر كان متقدم، حمل مشروع الوطن الفلسطيني، هذا اغاض الاحتلال. وانا تابعت، لان انا اتابع الاعلام العبري بشكل متواصل، غاض وبدا يترك العنان لبعض طبعا المحللين الذين يتبعون بشكل او باخر اليمين الاسرائيلي لمهاجمه مصر على معظم منصات الاعلام. مصر كما يقول مصر كبرت دماغ، لم تكترث لهلاء بما يقولوه، واستمرت في منهجها ومنطقها بالدفاع عن القضيه الفلسطينيه ودور فتح افاق سياسيه تفضي الى حل هذا الصراع، وان استمرار العنف لن يولد الا العنف، واستمرار الاحتلال في زراعه الالم لن يكون مفيد لهم، وصناعه الكراهيه لن تكون مفيده لهم، ويجب ان يصنع سلام في المنطقه للحفاظ على الاجيال القادمه، وهي كانت تنظر الى حقن دماء الشعب الفلسطيني بصراحه. ورغم كل ذلك نرى هذا التطرف داخل دوله الاحتلال. الشيء اللي يؤكد وقاحه الاحتلال من اليوم، يمكن في خلال اجتماع او مرافعات محكمه العدل الدوليه طبعا، اللي حتى لحد اللحظه شيء معيب عليها انها لم تصدر قرار حول الإبادة الجمعية، رأينا الممثل دولة الاحتلال يهاجم مصر بأنها قفلت معبر رفح، رغم أن نحن نعلم جيدا كفلسطينيين أن من أقفل معبر رفح هو الاحتلال الإسرائيلي الذي قام باحتلاله، ومصر لها موقف لن نشغله لوجود فلسطينيين. ثم قال أن مصر منعت دخول المساعدات لغزة، وأيضا هنا يكذبون مرة أخرى كما يتنفسون. أننا نحن نعلم أول 200 شاحنة كانت تقف في الأيام الأولى للحرب على حدود فلسطين تريد أن تدخل غزة، هي مساعدات مصرية رسمية حكومية وشعبية، وبشهادة الهلال الأحمر الفلسطيني أن 70% من المساعدات التي دخلت غزة هي مساعدات مصرية. طب نحن تابعنا ذلك، وأنا قلت عنه أن مصر لأول مرة تستخدم الدبلوماسية الخشنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، عندما قالت لهم لن نسمح بخروج الرعايا الأجانب من غزة وضمهم الأمريكان إلا بدخول المساعدات إلى غزة. هذا تابعناه نحن بشكل كامل، وتابعنا تفاصيله، بيان الخارجية المصري كان واضح أكثر من بيان. لكن الاحتلال الذي يريد أن يهرب من مسؤولياته بدأ طبعا بالهجوم على مصر. مصر تمتاز بأن لها طولة بال، نفس طويل، وأنا أقول سياسة السهل الممتنع تستخدمها مصر في هذا الأمر بشكل كبير جدا. هي تحملت كل وقاحة الاحتلال وردت عليه بالمرافعة التي قدمتها مصر حول شرعية وجود المستوطنات في غزة، والمرافعة أنا اعتبرتها في حين مرافعة تاريخية، لأن مصر تحدثت قبل احتلال فلسطين في هذه المرافعة عام 48 قبل ذلك، والمنظمات الصهيونية وما فعلته في غزة، في غزة والضفة الغربية وفلسطين التاريخية، احتلال 48، احتلال 67، وأخيرا كانت الحرب. هذه المرافعة التاريخية بكل معنى الكلمة قدمها أغاصة الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي الاحتلال بدأ بشكل آخر يوجه كل بين الفئة والأخرى اتهامات لمصر. حتى وصلت نتنياهو شخصيا اعتبر أن الحدود المصرية الفلسطينية هي حدود تهريب سلاح إلى حماس.